تعالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا قومي كثبت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغادو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد مرحبا 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 احبائي شحال راكم شابين الله يبارك اكون فرحانين لكم انا عمو يزيد راهو فرحان بزاف بزاف لو يستقبل فيكم هنا في هذا الاستوديو هذه الحصه الجميله اللي تحبوها يا اخي اذا احبائي حصه جديده وحبينا كذلك الاطفال اللي يشوفوا فينا وحبوا يفرحوا ويحضروا كما حضرتوا انتم ما عليهم الا يتوجهوا لموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقه. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملا الاستماره ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الالكتروني مرحبا بك. اذا احبائي لما تشاركوا للحضور كما أصدقائنا اللي رمهنا عليكم بشوية تاع الصبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حب يستقبلكم كامل 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 هنا يا شوية تاع الصبر أحبائي أحبائي في بداية كل حصة نستقبلوا رسائل أصدقائنا الأطفال اللي بعتوهم لنا عبر موقع الانترنت عمو يزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات إذا استقبلوا معي سعيد بريد جليلو تعال 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 مرحبا جليلو مرحبا واش راك وليدي لاباس مرحبا بك جليلو اصغر ساعي بريد متطوع مع عمو يزيد واش جبت لنا جليلو بريد الاطفال بريد الاطفال برافو اذا جليلو ضع البريد في علبه البريد باش عمو يزيد من بعد يقراه وانتم احبائي اللي حبيتوا عمو يزيد يقرا البريد تاعكم هنا في البرنامج ما عليكم الا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات برافو مع السلامة عمو يزيد مع السلامة يا أطفال مع السلامة مع السلامة جليل مع السلامة وليدي أحبائي في هذه الفترة كاين أيام عالمية مهمة جدا 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 أولها يوم 16 نوفمبر هو اليوم العالمي للتسامح أحبائي واش يقولوا المسامح كريم أحبائي المسامح دائما كريم الإنسان في حياته ما يقدرش يعيش بالتعصب ويعيش بالعنف لازم نعيشوا بالتسامح أحبائي إذا واحد أخطأ معك لازم تتعلم تسامح حقيقة الكرامة تاعك لازمها تبقى ولكن لازم تتسامح لازم نتسامحوا مع الناس أحبائي يا أخي وخاصة إحنا الجزائريين والمسلمين في شيمنا التسامح لازم نسامحوا الناس أحبائي يا أخي اللي فات على كلمة فات على روح ناس بكري يقولوها بالمرات الإنسان واحد يقول له كلمة ولا يتسامح معه تشوف هذاك الانسان راح يتغير يا اخي احبائي اذا 16 نوفمبر اليوم العالمي للتسامح 18 نوفمبر اليوم العالمي للفقراء احبائي على بالكم باللي احنا المسلمين والجزائريين نحبوا فعل الخير نحبوا نتضامنوا مع الناس اذا كاين يوم عالمي للحد من الفقر كما قال رضي الله عنه لو كان الفقر رجلا لقاتلته احبائي الفقر بالمرات يقدر حتى يأثر على كرامة الإنسان والإنسان واش لازم باش ما يكونش فقير واش لازم يدير يعمل يعمل لازم العمل ولازم التضامن فيما بيناتنا نساعدوا بعضنا بعض حتى ما يكونوش فقراء أحبائي يا أخي واليوم المهم والأهم هو يوم 20 نوفمبر هو اليوم العالمي لحقوق الطفل أحبائي عباكم بلي عندكم حقوق وواجبات برافو وواجبات أحبائي حقوق الطفل يوم 20 نوفمبر العالم كله يتوقف في هذا التاريخ هو تاريخ إمضاء ميثاق حقوق الطفل الطفل عنده حقوق ولكن عنده واجبات المثابرة يا أخي الانضباط البر بالوالدين يا أخي أحبائي برافو برافو تعالي بنتي أروحي حبيت نهضر معكم أروحي بنتي وقفي قدامي هنا واش عندك في يدك؟ واش هو؟
وريه لهم، وريه الكاميرا، دوري دوري دوري، شوفوا 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 واش رسمت الشابة هذه في يدها. آه رسمت عمو يزيد، الله يبارك. تحبي عمو يزيد؟ نعم نحبه. ماما أنا نحبك بنتي. واسمك بنتي؟ مودة الرحمن. مودة اسمها شحال شباب، الله يبارك. وين تسكني بنتي؟ تلمسان. في تلمسان. تعرفوا تلمسان؟ مدينة جميلة جميلة جميلة. مع من جيتي؟ جيت مع عائلتي. عائلة كامل جيتو؟ وشكون راهو معك هنا؟ أخي. خوك، تعال. أروح أروح. كيسمه؟ معاد. معاد. ها هو الاسم تاع أختك شباب على تاعك. أروح. أروح معاد، أروح أروح قدامي. قولهم كيسموك؟ معاد عبد الراقب محلية. اسمك طويل، عاودة عاودة. معاد عبد الراقب محلية. معاد عبدي؟ عبد الراقب، عبد الراقب محلية. عبد الراقب، الله يبارك. اسمك شباب تاني انت، الله يبارك الله يبارك. شحال في عمرك معاد؟ 8 سنين. 8 سنين. وشاطر في الدراسة؟ انت تقرا خير ولا اختك تقرا خير؟ شو اللي قرا خير؟ انا. انتي؟ انا. اوه انا. شحال جبت معدل؟ 10/10. جاب 10/10 صح؟ وانتي شحال؟ انا 9.32. هو 10؟ واو الله يبارك، برافو برافو برافو. راح تقعدوا. برافو برافو احبائي، برافو برافو برافو. تعالي بنتي، روحي روحي الشابة. تعالي تعالي تعالي، روحي قدامي. واسمك بنتي الشابة؟ لينا. لينا اسمك شباب. وين تسكني بنتي؟ في شرشال. في شرشال، شرشال الجميل. لازم تعرضينا شرشال شابة، تعرضينا نشوف اللي عندكم. خلاص حنا والاطفال. شحال في عمرك بنتي؟ 5 سنوات. الله يبارك والشاطرة هكذا. برافو 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 برافو. جاونا اليوم زارونا أصدقاء كذلك من جمعية، جابوهم جمعية أصدقاء المريض لمدينة سور الغزلان. عمو يزيد يحب هذه المدينة، يحبها يحبها يحبها، وأقام فيها عدة حفلات وناسها من أروع ما يكون. وجمعية أصدقاء المريض من بين الجمعيات الوطنية كامل اللي عمو يزيد يعتز بها وبالعمل تاعها. تعالي بنتي تعالي، روحي اللي عندها الشهادة. تعالي هني نشوف. قلتي لي بلي عندك شهادة جبتيها، نشوفوا هاد الشهادة بنتي. ذكريهم باسمك. يسر جمعية أصدقاء المريض. واسمك يسر؟ لا. قلت له اسمك، قالت لي يسر جمعية. اسمها يسر جمعية، تعرفوا هاد الاسم. واسمك بنتي؟ اسمي ناجي صفا. صفا اسمك شباب، الله يبارك. تسكني في سور الغزلان؟ قربي لعندي هنا شويه باش تخرجي شابه قبل الاطفال. اوه شوفوا الشهاده شحال شابه. على بالكم انا الشهادات نحبهم بزاف بزاف بزاف. يسر جمعيه اصدقاء المريض ان تقدم هذه الشهاده التقديريه لعمو يزيد، وشكرا على الاستضافه. واو برافو 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 بنتي. شكرا 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 بنتي الشاطره. شكرا احبائي. عمو يزيد يعتز يعتز بزاف بزاف بهذه الشهادات، لانه هذا العمل هو عمل نابع من القلب. عمو يزيد دالكم هذه الحصة نابعة من القلب أحبائي، ولما نشوف هذا النوع من التقديرات عمو يزيد راح يزيد، راح يثابر في هذا العمل اللي هو من أجلكم أنتم أحبائي. يا أخي أنا نعطيها لصديقتي تخبينا شهادة في منزل عمو يزيد باش نعلقها. عبركم الشهادات تدخلوا للدار تاع عمو يزيد، تسيبوا الشهادات قاع في الحائط، قاع حطيتهم كامل الشهادات، حتى الشهادات اللي داروهم لي أصدقائي الأطفال بيدهم مكتوبين، نعلقهم كذلك، نفتخر بهم ونعتز بهم. يا أخي شكرا شكرا أحبائي شكرا. تعال ولدي، أروح 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 أنت، تعال تعال. أروح ولدي، أروح قدامي. واسمك ولدي؟ سهيب ليمان. دور دور الأطفال باش يشوفوك. سهيب ليمان. الله يبارك. شحال في عمرك ولدي؟ 9 سنوات. 9 سنوات. وشاطر في الدراسة ولا شبية؟ نعم. شحال جبت معدل؟ 9. الله يبارك شاطر. وين تسكن ولدي؟ في كاليتوس. في الكاليتوس، الله يبارك الله يبارك. لازم تقرا مليح هكذا. برافو ولدي برافو، ربي ينجحك ان شاء الله، ربي ينجحك. تعال ولدي روح، تعال تعال. اروح قدامي. واسمك ولدي؟ فراس. فراس اسمك شباب تاني. شحال في عمرك فراس؟ 5 سنوات. 5 سنوات وشاطر هكذا، الله يبارك ولدي الله يبارك. عجبتك الحصة فراس؟ نعم. برافو 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 ولدي، برافو 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 برافو. إذا أحبائي عمو يزيد، تعالي روحي روحي أنت، روحي راكي شابة شابة شابة. تعالي تعالي بنتي. واسمك بنتي؟
ياسمين. ياسمين شحال في عمرك ياسمين؟ 5 سنين. 5 سنين وين تسكني؟ طماريس. طماريس هنا في برج الكيفان يعني. الله يبارك بديارك الشابة. هيلة 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 هيلة. تفضلي بنتي تفضلي تفضلي. روحي للعروسه روحي. روحي بنتي. روحي قدامي. اسمك بنتي؟ إيمان. إيمان وين تسكني إيمان؟ سيدي عبد الله. سيدي عبد الله في العاصمة يعني. برافو برافو. شحال في عمرك؟ 9 سنوات. 9 سنوات شاطرة في الدراسة؟ نعم. برافو برافو بنتي. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. أحبائي في كل حصة نطرح عليكم لغز، تحبوا الألغاز؟ نعم. والهدايا؟ نعم. أبالي تحبوا الهدايا تاني. لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي يجب كسره قبل استخدامه؟ ما هو الشيء الذي يجب كسره قبل استخدامه؟ معلش فكروا لغاية نهاية الحصة. انتم أصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على اللغز عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار جاوب على اللغز بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. برافو برافو على بالي بلي شاطرين أحبائي. فكروا لغاية نهاية الحصة انتم وأصدقائنا اللي يشوفوا فينا، وإحنا دركا نروحوا مع وفاء مداس بنتي في فقرة شخصية اليوم، نكتشفوا شخصية عبد الرحمن ميرا. تفضلي وفاء بنتي تفضلي. تحية تحية. إذن تحية 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 الوفاء بنتي. تفضلي تفضلي بنتي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. عبد الرحمن ميرا. عبد الرحمن ميرا شغل منصب قائد الولاية التاريخية 3 إيبان الثورة الجزائرية. ولد عبد الرحمن ميرا سنة 1922 بقرية تغلط بضواحي بن مليكش دائرة أقب ولاية بجاية في أسرة فقيرة. كان أبوه ميرا محند أمزيان فلاحا صغيرا يشتغل لنفسه في قطعة أرض جبلية. توفي بعدما خلف وراءه 3 أولاد أصغرهم عبد الرحمن ميرا الذي لم يكمل عامه الأول. قام عمهم ميرا أكلي بكفلتهم، وفي هذا الجو تربى وترعرع ولم تسمح له الظروف بالدخول إلى المدرسة. كان لاحتكاكه بالمناضلين أثره الواضح في بلورة نشاطه السياسي، إذ انخرط في حركة انتصار الحريات الديمقراطية وأصبح مناضلا نشيطا، وذلك 1947 وهي السنة التي أسست فيها المنظمة الخاصة. اندلعت ثورة التحرير الجزائرية وانضم الشباب إلى صفوفها، فقام عبد الرحمن بتشكيل فرقة من المجاهدين في قريته، وكانت أول معركة شارك فيها هي معركة ديالي بوناب في نوفمبر 1954 ميلادي. اختير مع 5 أعضاء آخرين من بينهم العقيد عميروش وأيد حمودة كمسؤولين بالمنطقة. وفي سنة 1955 رقي إلى رتبة ملازم، وعرف القائد ميرا بتجنده وحنكته السياسية، حيث استحق على جدارة ميدالية المقاومة في مارس 1956 بعد أن نجح في لم شمل جنود المناطق 3 والـ4 والـ5، ليشرف بعد ذلك على ضمان المشتركين في مؤتمر الصمام في 20 أوت 1956، إذ كان انعقاد المؤتمر في منطقة تابعة لقيادته، واستطاع أن يحافظ على السرية التامة لمكان والزمان. ولما انتهى المؤتمر تطوع عبد الرحمن ميرا للجهاد في الولاية 6 لإعادة تنظيم الولاية، وفي هذه الفترة رقي إلى رتبة نقيب وقاد الولاية 3. بعد استشهاد العقيد عميروش في مارس 1959 استشهد عبد الرحمن ميرا وسلاحه بيده يوم 6 نوفمبر 1959 على يد القوات الاستعمارية بالقرب من قرية آيت هيني رحمه الله. برافو 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 بنتي. برافو 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 وفاء. عبد الرحمن ميرا قائد من قادة ثورة التحرير أحبائي، هو اللي كان مسؤول على أمن المشاركين في مؤتمر الصمام الذي غير مسار الثورة الجزائرية ونظم صفوفها أحبائي. تعرفوا وقتاش مؤتمر الصمام؟ 20 أوت 1956 أحبائي. أحبائي بما أننا
في هذه الفترة، هذه اليوم العالمي لحقوق الطفل. واش رايكم عمو يزيد دار لكم أغنية نقول فيها من حق الطفولة صحة علم حب وحنان؟ تغنوا معايا الأغنية، يلا نغنوا مع بعض. حط صديقي يلا معايا. من حق الطفولة صحة علم حب وأمان. أمان أمان. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. حتى وهو طفل صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع. واجب نقبيه نتكفل ليعيش في عز وهناء، لا ندفعه للعمل فلا زال صغر ضعفاء. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، حب وحنان، تعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. الأمن والأمان عند الأزمة وعند الحرب، ونحميه من كل داء، لا نرضى أن يستعبد، وله الحق في الغذاء، ليبقى سليم الجسد، ونعامله بحب وحنان، لا بالعنف ولا بالضرب. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة علم وحب وحنان، لا مقهورة ولا مدلولة، تعب تحيا بسلم وأمان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان. برافو 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 أحبائي، حقها واجب مهما كان. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة،
وكذا علاجنا بالمزان حتى ننعم بالصحة. برافو 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 برافو. أحبائي عندكم حقوق و وواجبات، هذا هو المهم والأهم أحبائي. يا أخي تحبوا ألعاب الخفة؟ نروحوا دركا مع عمو رشيد اللي جانا من مدينة ميلا في ألعاب الخفة. تفضل عمو رشيد، تفضل تفضل. يا تحية تحية لعمو رشيد اللي جانا من مدينة ميلا في ألعاب الخفة. تفضل عمو رشيد، تفضل تفضل تفضل. برافو 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 عمو رشيد، برافو لجنة من مدينة ميلا، وتحياتنا لكل سكان ولاية ومدينة ميلا أحبائي. واش رأيكم دركا أحبائي نروحوا في فقرة هل تعلم، نكتشفوا معلومة في ككل حلقة مع بنتي دعاء العلالي. إذا تحية تحية لدعاء، تفضلي بنتي تفضلي تفضلي تفضلي. تفضلي تفضلي بنتي دعاء، تفضلي تفضلي. مرحبا يا أطفال. مرحبا. هل تعلموا أن كوبا هي أكبر مصدر للسكر عالميا؟ برافو 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 برافو. إذن أحبائي كوبا هي أكبر مصدر للسكر في العالم. في كل مرة نكتشفوا معلومة في حصة مع عمو يزيد. تحبوا الحكايات؟ أنا تاني نحب الحكايات. اليوم خيرت لكم واحد الحكاية واسمها قيمة العمل أحبائي. يلا معايا. إذن أحبائي كما وعدتكم أنا أحكي لكم حكاية شيقة وجميلة وفيها عبرة. هي هذه الحكاية تتكلم عن قيمة العمل أحبائي. واحد النهار في العطلة كان واحد الطفل كما أنتم هكذا كبير شوية، حب في العطلة يقعد غير راقد، يرقد وخلاص، ما يخدم ما يروح يساعد باباه في الحقل ما والو. باباه قال لي ما قالها ما لازمش يقعد هكذا كاع في الصيف، لازم يدير حاجة، لازم يلتا يروحو. كان كبير شوية هو. قلت له واش حبيتو الطفل راهو صغير، على بالكم اللي ما دائما تفشش ولادها. يا اخي ولاد ماما تفششكم ما. قلت له بصح واش عندي ولو طفل راهو صغير وكامل؟ قال لها لا لا لازم يتعلم المسؤولية مادامو صغير. واش دار؟ عنده واحد صاحبي مصلح كهربائي، يسقم التلفزيونات التلفزة والميديا وكامل. قال له راح نجيب لك وليدي في الصيف يخدم عندك يساعدك. قال له معليش جيبو.
راح لعنده بدا يخدم، كي بدا يخدم ينوض بكري يصبح. هذيك اللي ما ساعدتوش هو، تاع ينوض كل يوم على 7 تاع الصباح، لازم يكون تما على 8. بدا يخدم نهار الاول، عطالو هذاك الرجل كل ما يخدم يعطيلو دينار، يعطيلو دينار هكذا. ويجي للدار، جا للدار قال لي يماه، قال لها يماه انا ما قدرتش خلاص يومين ثلاث ايام، قال لها ماما يماه خلاص ما قدرتش انا منوض تاع الصباح اني نعيا بزاف وكذا وكذا. يماه غدها غدها واش قالت له؟ قالت له شوف يا وليدي انت ما تزيدش تروح، روح تلعب وقعد في الدار، قد باباك يكون في الخدمه ما يشوفكش، وانا كل يوم نعطيك دينار، كي يجي باباك قول له هذا هو الدينار اللي خدمت به. كيما كان الحال راح كل يوم راقد راقد، بابا يروح الخدمه الصباح بكري ما يشوفوش، وعم بالو بيخدم. كي يجي بابا العشيه يقول له منذر خدمت؟ يقول له ايه بابا. يقول له وريت شوف واش كسبت. يقول له هذا كسبت دينار. بابا كان يحكم هذاك الدينار يرميه في البير، يرميه في البير، وليده ما يقول والو يروح يكمل يلعب. صح هكذا كل يوم يجيه منذر خدمت؟ يقول له ايه باش خدمت؟ يقول له بالدينار. يقول له اعطيه لي، يعطي له هذاك الدينار يرميه في البير. يما عطاته له. هكذا قعدوا على هذاك الحال عدة أيام. واحد النهار يماه قالت له يا وليدي شوف أنا الدراهم اللي عطاهم لي باباك خلاصوا لي، كملوا لي الدراهم، دوك لازم تروح تخدم، أنا ما عنديش واش نعطي لك غدوة. كي باباك يقول لك وري لي باش خدمت، ما عندكش واش توري له. قال لها يما أنا عيان ونوض الصباح بكري وكامل. قالت له هكذا، قالت له دبر راسك ابدا يخدم، غدوة من داك ينوض بكري وراح يخدم نهار كامل وفي الخدمة هذيك عيا. جاء العشية قالوا باباه، قالوا وليدي خدمت؟ قالوا ايه. قالوا وري لي واش خدمت؟ عطالو الدينار، حكم هذاك الدينار جا راح يرميه في البير. قالوا لا 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 بابا هذا تعبت عليه. قالوا هذا عرقت عليه كي جيت نرميه ما حبيتش، والاخرين لانك ما تعبتش عليهم ما كنتش عارف القيمة تاعهم، كنت كي نرميهم ما تهدرش. فهمتوا احبائي القصة؟ عمو يزيد، العبرة من هذه القصة هي علينا أن نتعلم قيمة العمل ومعنى الرزق الحلال. برافو 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 أحبائي، قيمة العمل. شفتوا كي الدينار اللي تعب عليه ما خاف كي جاي يرميه في البير، والدينار اللي ما تعبش عليه قال له معليش رميه في البير. شفتوا أحبائي يجب أن نتعلم قيمة الأشياء وقيمة العمل. يا أخي يلا معي. إذن أحبائي كما شفنا في الحكاية يجب معرفة قيمة الحلال، الرزق الحلال وقيمة العمل. أحبائي يا أخي واش رأيكم؟ أنا في كل مرة نحب نتعرف معكم على مدينة جزائرية. اليوم اخترت لكم مدينة شابة شابة شابة، مدينة تصطيف مع دنيا العلالي. تفضلي دنيا بنتي، تفضلي. مرحبا. مدينة سطيف تعني كلمة سطيف التربة السوداء، هي عاصمة الهضاب العليا، لذلك يطلق عليها اسم سطيف العالي. تقع في شمال شرق الجزائر، يحدها من الشمال ولايتي جيجل وبجاية، ومن الجنوب ولايتي مسيلة وباتنا، ومن الشرق ميلا، ومن الغرب برج بوعريريج. تقدر مساحتها ب6504 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها بما يزيد عن 1,489,979 نسمة، وتضم 20 دائرة و60 بلدية. تتميز بالأنشطة الاقتصادية والزراعية، وهي تعرف بزراعة القمح والبقليات وكذلك الخضار والفواكه. توجد بها عدة معالم أثرية، نذكر منها موقع جميل الأثري تمثال عين الفوارة، إضافة إلى الحمامات المعدنية الاستشفائية، حمام قرقر والسخنة، وأولاد تبان، أولاد يلسا، وحمام سطيف. برافو 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 بنتي برافو. سطيف العالي، المدينة الجميلة، مدينة الهضاب العليا، ثاني مدينة في الجزائر من حيث الكثافة السكانية، وناسها من أغلى الناس، ناسها كرماء كرماء كرماء. لازم تروحوا لسطيف أحبائي ويرحبوا بكم. سطيف فيها موقع جميل الأثري، جميل جدا جدا، حمام قرقور، فيها عدة مواقع اللي راح تعجبكم بزاف بزاف أحبائي. يا أخي
دركا لحقنا الفقرة اضحك معنا. في هذه الفقرة عمو يزيد حب يسمع النكت تاعكم مع الأطفال اللي يسمعوا فينا باش نضحكوا شوية. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ تعالي بنتي اروحي اروحي الشطرة اروحي بنتي قعدي. واسمك بنتي؟ ليامير الدعاء. دعاء وين تسكني دعاء؟ في براقي. براقي شحال في عمرك؟ 8 سنوات. 8 سنوات؟ نعم. الله يبارك. شحال جبتي معدل بنتي؟ 10. واو تقرا مليح الله يبارك. برافو 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 برافو. احكي لي النكته تاعك بنتي. كانوا 10 نملات يحوسوا على الاكل، وبعد 9 نملات لقوا حبه سكر بقت واحدة، قالوا لها تعالي تأكلي معنا، قالت لا لا أكل، النملة تقدروا بها عفدة. آه برافو برافو برافو. شو اللي عنده نكتة؟ أنا. تعالي بنتي أروحي أروحي تعالي يلا تعالي قعدي بنتي. وين هم اسمك؟ نور اليقين. نور اليقين اسمك شباب. شحال في عمرك بنتي؟ 10 سنوات. 10 سنوات الله يبارك. شاطرة في الدراسة؟ نعم. وين تسكني؟ في الحراش. في الحراش في جزائر العاصمة. تحياتنا ناس الحراش. احكي لي النكتة تاعك بنتي. كانوا وحدة 3 رجال يصنعوا بيس، صنعوه بالعرض. وعلاش عمو يزيد؟ حفيلة عليك. نعم حفيلة صنعوها بالعرض. والله ما على بالي. علاش؟ باش يركبوا كاع من القدام. اه واحد ما حب يعكم من اللور. برافو 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 برافو. تعالي بنتي اروح تعالي تعالي اقعدي بنتي. واسمك بنتي؟ الماس. واسمك؟ الماس. الماس الله يبارك الله يبارك بنتي. اسمك شباب. شحال في عمرك بنتي؟ في عمري 8 سنوات. 8 سنوات. وين تسكني بنتي؟ نسكن في برج البحري. برج البحري. احكي لي النكته تاعك بنتي. كانت واحد النمله حبت تدخل من الفتحه تاع الباب. إيه؟ ما قدرتش. وعلاه؟ باسكو كانت لابسه طانو. اه كانت لابسه طانو ما قدرتش تدخل. برافو 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 برافو. تعالي بنتي تعالي. واش قلتي لي مقبله؟ تعالي جيبي خوك وروحوا اروحوا. واش قلتي لي مقبله حبيتوا تغنوا اغنيه اروحوا؟ تعالي تعالي يلا ها. تعال ولدي اروح. واش حبيتوا مقبله؟ قعدوا قعدوا قدامي تشوف نشوفكم واش راكم حافظين. اقعد. واش حبيتوا؟ حبيتوا تغنوا اغنيه ولا؟ نعم. واش اغنيه؟ جداتي. جداتي هاكي الميكرو يلا غني لي الاغنيه. جداتي جداتي معها. معها. انت سر بسمتي رؤيتي بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي رؤيتي بهجتي يا سعدي وفرحتي. بالحب الصافي تكنيلي وتزيدين في تدليلي. بالحب الصافي تكنيلي وتزيدين في تدليلي. وكم في صلاتك تدعيلي بالخير والبركات. برافو 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 بنتي. برافو برافو برافو. يعطيكم الصحة. برافو ارجعوا لأماكنكم. إذا جدتي الجدة هي البركة في البيت. أحبائي أحبائي الحقنا دركا الفقرة رسائلكم. دركا ميميشا جيبي لنا رسائل اصدقائنا الاطفال اللي جابهم لنا جليل وسعي البريد باش عمو يزيد يقراهم هنا. وانتم احبائي اللي حبيتوا عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم في البرنامج ما عليكم الا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. شكرا. تحيه تحيه لميميشا. تحيه لميميشا بنتي. الرساله الاولى بوقتا رميسه 8 سنوات مدينة جيجل. رميسة تريد الحضور والمشاركة مع عمو يزيد وبمناسبة نجاحها بمعدل 10. الله يبارك رميسة من جيجل 10 في المعدل. ربي يحفظك وربي نجحك إن شاء الله من نجاح إلى نجاح. وأنا نستناوك باش تجي تشاركي معنا في الحصة. بن قاسم أكرم
ثمان سنوات مدينة السمعة ولاية البليدة. يا سلام على مدينة الورود، تحيتنا. أنا متعلق بحصة مع عمو يزيد وأرغب في الالتقاء به شخصياً. موفقين إن شاء الله. إذا بقاسم أكرم وليدي، أنا اللي نتمنى أني ألتقي بك شخصياً إن شاء الله وليدي، وراح تجي تحضر معنا ونلتقاو معك إن شاء الله. نتلقاو معك. غلال ألاء، 10 سنوات، مدينة وادرهيو ولاية غليزان. يا سلام، تحيتنا. مرحبا عمو يزيد، أنا ألاء وعمري 10 سنوات، أحب مشاهدتك وأتمنى أن أحضر معك في عيد ميلادي. ما هي شروط المشاركة غير المعلومات الشخصية؟ ماذا؟ إذن قوله لي في التلفاز. إذن بنتي مالكي لا توجه الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار شارك في حصتنا وراح نكلمك. تعمر الاستمارة، يجب ملء الاستمارة، ما تنسوش المعلومات وراح نكلمكم حتما. الرسالة الموالية. مازوزي إلهام هناء، 10 سنوات، مدينة قديل ولاية وهران الباهية. قلت لكم أريد اكتشاف جو التصوير ولقاء عمو يزيد. إذن مازوزي إلهام هناء، مرحبا بك بنتي من وهران من قديل. يا سلام على ناس قديل. بوسيس أسماء، 6 سنوات، مدينة عنابة. يا سلام، الشواطئ الخلابة. أشكر عمو يزيد على هذه الحصة الرائعة. إذن بوسيس أسماء بنتي، لا شكر على واجب بنتي، ربي يحفظك إن شاء الله. وعمو يزيد يعتز بالصداقة تاعكم وبهذا الرسائل كلها. الحقنا دركا للجواب عن اللغز. ما هو الشيء الذي يجب كسره قبل استعماله أحبائي؟ تعالي أروحي بنتي، تعالي عاودي ذكريهم باسمك الشابة. مودة الرحمن. اسمها شحال شباب، شباب اسمها. الله يبارك، الله يبارك بنتي. ما هو الشيء الذي يجب كسره قبل استعماله؟ البيض. البيض أحبائي، البيضة يجب كسرها قبل استعمالها. أعطيني الهدية تاع الشابة هذه، أعطي لي. شكرا، شكرا. إذن مودة الرحمن عمو يزيد يعطيك هذه الهدية على شطارتك. شكرا عمو يزيد. العفو بنتي، العفو العفو العفو. تفضلي بنتي، تفضلي. شكرا بنتي. أحبائي في كل حصة نستقبل طفل وطفلة يحتفل بعيد ميلاده معنا. اليوم عندنا زوج عيد ميلادين أحبائي. اليوم عندنا عيد ميلاد فراس وأمير. التحقوا بي، تعالوا فراس وأمير، تعالوا. قبل احنا ما نحتفلوا بعيد ميلاد أمير وفراس، نروح ونشوفوا الرسم اللي درتولنا بشرى في رسم اليوم. تعالي بنتي، تعالي 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 بشرى، تعالي تعالي. بس تشوف هكذا، شوف زيد شويه. هلا. اذا بنتي هاك الميكروفون، تكلمي لنا على هذا الرسم الجميل. لازم نتعلموا ونتقبلوا اخطاء الاخرين ونسامحوا بعضنا على الاخطاء الصغيره. على بها درنا داروا يوم 16 نوفمبر باه نسامحوا بعضنا ونكونوا لطفاء لبعضنا. للتعايش باش نقدروا نعيشوا مع بعضنا بعض. إذن اليوم العالمي للتسامح، شوفوا شحال شباب يوم 16 نوفمبر. أحبائي الإنسان لازم يكون متسامح في حياته. يا أخي أحبائي. برافو 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 بشرى بنتي، ديري لنا الرسم لهيك. هاكي هذا ثاني. برافو بنتي، برافو برافو. إذن أحبائي اليوم عندنا عيد ميلاد فراس وعيد ميلاد أمير. أمير جيت مسول غزلان، تسلم عليهم كي تروح. ها يا أخي جيت مع جمعية أصدقاء المريض. برافو جمعية أصدقاء المريض، من بين الجمعيات اللي يعتز بها عمو يزيد ومن بين اصدقاء عمو يزيد. فراس راك فرحان وليدي؟ نعم. الله يبارك. اذا فراس ثاني راح نديروا له عيد ميلاد اليوم. شحال في عمرك فراس؟ 5 سنوات. 5 سنوات. وانت امير؟ 11 سنه. شاطر في الدراسه؟ قريت مليح؟ الله يبارك. اذا حنا نغنوا الفراس وامير عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالهم. يلا كامل معايا. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ويقول لك عيد ميلاد سعيد.
الله يبارك فيك ويزيد وقل لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا شالله يربي لبيا سنة وتعيش أيامها أفراح، شالله يا ربي لبيا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له واصحابه ويباركوا له وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو برافو برافو. اذا عمو يزيد يشع لكم الشمع في زوج، اذا فراس 5 سنوات، امير 11 سنه. نحن الحين نبداو العد التنازلي من 11. احبائي يلا ديروا معايا كامل العد التنازلي، 11 10 9 8 6 5 4 3 2 1. طفيوا الشمع، طفيوا طفيوا طفيوا. هلا برافو احبائي برافو، اعطيني الشهادات تاعهم. اذا امير ولدي عمو يزيد يعطيك شهاده انجاح تصوير حصه مع عمو يزيد، فراس كذلك ولدي شهاده انجاح تصوير حصه مع عمو يزيد، وانتم احبائي كل واحد فيكم راح يتلقى شهاده كما هذه باسمه يحتفظ بها كذكرى كامل يكون عندكم الشهادات. وبما انكم رسلتونا باش تحتفلوا بعيد ميلادكم، رامي راعي البرنامج يعطيكم هدية عيد ميلادكم. هاي لك الهدية تاعك انت، وهاي لك الهدية تاعك ولدي. وهكذا انا ما بقى لي الا نقول لكم بقوا على خير، سنونا في الاسبوع المقبل نفس التوقيت احبائي، نحبوكم. سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. اليوم رانا متواجدين في الاستوديو تاع عمو يزيد اللي نشكروه على الدعوة. عندنا أطفال أيتام، عندنا أطفال مرضى، عندنا أطفال أيضا متفوقين في شهادة التعليم الابتدائي والمتوسط. حبينا نجيبهم اليوم باش يحضروا معنا هذا النشاط المتميز والرائع، وإحنا من أصدقاء عمو يزيد وديما نتابعوه وديما نحضروا له النشاط نتاعو، ونشكركم على ما تقدموه للطفولة. فرحان. الله يعيشك الله يخليك الله يخليك. إذا أحبائي اليوم رانا
في التصوير، التصوير تصوير متواصل، ولكن اليوم كاين حلقه خاصه خاصه كما شفتوا، هي خاصه باليوم العالمي لحقوق الطفل. كل دول تفقوا بلي حقيقه كاين حقوق الانسان كامل، ولكن للطفل حقوق خاصه. لذا مضوا على ميثاق حقوق الطفل، والجزائر كانت سباقه من بين الدول اللي مضوا على هذا ميثاق حقوق الطفل، وان شاء الله ربي يوفقنا ويوفقكم كذلك باش نحافظوا على هذه الحقوق ونقري ولادنا ونداويوهم ونربيوهم بالعطف والحنان وكاع واش يحتاجوا. شكرا، سلام. لا ننساكم لا تنسونا، احببناكم احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع